السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في فيديو جديد. فيديو اليوم خاص بالدرس المخصص للحصتان 7 و 8 من الوحدة الرابعة، وحدة الماء والطبيعة، من مرجع الواضح في النشاط العلمي للسنة الأولى من التعليم الابتدائي. عنوان الحصتان: كيف أتعرف فصول السنة؟ إذا سنتعرف فصول السنة. إذا لنبدأ مع وضعية الانطلاق. تتغير مظاهر الطبيعة حسب الفصول. لاحظوا معي الصورة الأولى: بساط أخضر، زهور أزهار. الصورة الثانية لاحظوا معي: عندما تشتد الحرارة يتوجه الناس للاصطياف إذن على الشواطئ. ثالثا لاحظوا معي: تساقط الأوراق، أوراق الأشجار أصبحت مصفرة لتتساقط. السؤال الصورة الرابعة: لاحظوا معي تساقط الأمطار. إذن فالسنة تتميز بتعاقب أربع فصول تميز يعني السنة. إذن تتعاقب على السنة 4 فصول. إذن التساؤل الذي سنطرحه: ما هي فصول السنة؟ إذن سنكتب التساؤل: ما هي فصول السنة؟ إذن لنقترح جوابا عن هذا التساؤل. إذا لاحظوا معي، بالنسبة للصورة الأولى فهي تمثل فصل الربيع، عندما يكون يعني نباتات مخضرة، تكون أشعة الشمس معتدلة، حرارة الشمس معتدلة، بساط أخضر يعم المكان. بالنسبة للصورة الثانية فهي تمثل فصل الصيف، عندما تشتد الحرارة فيتوجه الناس إلى الشواطئ. الصورة الثالثة فهي تمثل الخريف. إذن الصفة المميزة لهذا الفصل هي تساقط أوراق الأشجار. والصورة الرابعة فهي تمثل فصل يعني فصل الشتاء بطبيعة الحال، تساقط الأمطار. إذن تتعاقب 4 فصول في السنة. إذن فصل الربيع، الصيف، الخريف، ثم الشتاء، أخيرا الشتاء. إذن هذه هي الفصول التي تتعاقب على السنة. نمر الآن إلى ما سأقوم به: أحدد اسم الفصل الموافق للمميزات الأربعة في كل حالة. لاحظوا معي، لدينا مميزات وبعض الخصائص المميزة للفصل. إذن المطلوب منا هو أن نحدد هل هو فصل الصيف أو فصل الخريف أو فصل الربيع أو فصل الشتاء. تساقط الأمطار، الثلوج، لاحظوا البرد، الثلوج، السبات عند بعض الحيوانات. إذن هذه مميزات فصل الشتاء. إذن سنكتب مميزات فصل الشتاء. لاحظوا معي يعني الصورة أو الصور الثانية، لدينا الأزهار، لاحظوا معي ازهرار الأشجار، جو معتدل جميل، فراشات. إذن خصائص فصل الربيع. إذن هنا سنكتب خصائص فصل الربيع. الصورة الثانية، لاحظوا معي الصورة الثانية، إذن الحصاد، موسم الحصاد، الثمار، الاصطياف، لاحظوا ظهور حشرات مميزة لفصل الصيف. إذن هذا الفصل هو فصل الصيف. الآن نمر إلى خصائص الفصل الآخر. لاحظوا معي تساقط أوراق الأشجار، لاحظوا اصفرار الأوراق وتساقطها، هجرة الطيور كذلك. إذن تساقط أوراق الأشجار، إذن جميعها مميزات فصل الخريف. إذن في فصل الخريف تتساقط أوراق الأشجار. إذن الخريف. إذن فالفصل الذي أعيش فيه حاليا. إذن بطبيعة الحال هذا الفيديو إذن فهو يعني غالبا سيتم يعني التوصل إليه
أو ستصلون إلى هذا الدرس إذن في بداية فصل الربيع. إذن فالفصل الذي ستكتبون أو الفصل الذي ستحددون إذن فهو فصل الربيع. إذن الفصل الذي أعيش فيه حاليا هو الربيع، على الرغم من أن هذه السنة إذن لم تكن إذن سنة مطيرة، فهي سنة جافة. نسأل الله تعالى يعني أن يلطف بعباده وبالكائنات الحية بصفة عامة. نمر الآن إلى ملاحظة. لكل فصل من فصول السنة تغيرات في الطبيعة تميزه. إذن كل فصل فهو مميز، مجموعة من الخصائص، مجموعة من المميزات. أستنتج تتكون كل سنة من 4 فصول. الشتاء، الربيع، الصيف، الخريف. إذن السنة الماضية هي سنة 2021، السنة الحالية هي سنة 2022. إذن كل سنة فهي مميزة بالشتاء، يليها الربيع، ثم الصيف، ثم الخريف، وهكذا. أتمم الملخص بما يناسب. أستخلص: في السنة 4 فصول: الشتاء والربيع والصيف والخريف. يتميز كل فصل من فصول السنة بتغير مظهر النباتات وسلوك بعض الحيوانات وتغير درجة الحرارة. إذا نمر الآن إلى المعجم. سنة أني فصل سيزون، نقول سيزون. نمر إلى تعبئة التعلمات. السؤال الأول: إذا السؤال الأول أكتب اسم الفصل المناسب لكل نشاط. أسبح في البحر، إذا خلال فصل الصيف. أتزحلق على الجليد، إذا بطبيعة الحال فصل الشتاء. أشم رائحة الأزهار بالحقول، إذا فصل الربيع. أجمع أوراق الأشجار المتساقطة، هنا فصل الخريف. نمر الآن إلى السؤال الثاني: أصل بسهم اسم الفصل بالرسم الموافق له. لدينا مجموعة من الرسوم المميزة لمجموعة من الفصول، إذا سنصل كل رسم بفصل الذي يناسبه. لاحظوا معي هذه الصورة، فهي تمثل اصفرار أوراق الأشجار، تساقط الأوراق، إذا فصل الخريف. الصورة الثانية، لاحظوا معي الأزهار، اخضرار أوراق الأشجار ثم الأزهار، إذا هذه الصورة فهي مميزة لفصل الربيع. لاحظوا معي الصقيع، ثلوج، إذا تساقط الثلوج على الأغصان، الأشجار أغصان عارية بعد تساقط أوراقها في فصل الخريف، الثلوج، إذا هذه صورة مميزة لفصل الشتاء. ثمار أو ظهور، إذا يعني تساقط الأزهار هنا وظهور الثمار على مستوى الأشجار، إذا فهذه الصفة هي مميزة لفصل الصيف. إذا أصدقائي، إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. موعدنا يتجدد على نفس القناة مع باقي دروس المرجع. كونوا في الموعد، إلى اللقاء.